بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تحت الأدوار. افتتحت اليوم الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للاستيراد في مدينة شنغهاي بمشاركة ما يزيد عن 2000 من المسؤولين الحكوميين وقادة المنظمات الدولية ورواد الأعمال والأكاديميين البارزين من أكثر من 130 دولة ومنطقة. ويعتبر المعرض منصة مهمة للتعاون في التجارة الدولية وخطوة هامة لدفع العوامة الاقتصادية. إذن ما الذي سيجلبه هذا المعرض لنمو التجارة العالمية وكيف تستفيد الصين منه؟ مشاهدينا نباشر النقاش بعد متابعة التقرير التالي. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر مراسم افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات المقرر في 5 سبتمبر الجاري في مدينة شانغهاي شرق الصين. وقال مسؤول تجاري صيني في مؤتمر صحفي إن الرئيس شي سيلقي خطابا مهما خلال مراسم الافتتاح، وسيزور أجنحة الدول المشاركة بالمعرض بصحبة القادة الأجانب، مضيفا أن الرئيس شي سيلتقي بقادة الدول والحكومات أثناء المعرض الذي يستمر من يوم 5 إلى 10 نوفمبر. يعتبر المعرض الأول في العالم على المستوى الوطني الذي يتخصص في الواردات، وجاء باقتراح وإعلان من قبل الرئيس الصيني. سيحتضن معارض لدول وشركات علاوة على انعقاد منتدى خونشاو الاقتصادي والتجاري الدولي، والذي يقام تحت شعار ضخ حيوية جديدة بالتجارة العالمية وخلق سيناريو منفتح ومتبادل النفع. سيحضره ما يزيد عن 2000 من المسؤولين الحكوميين وقادة المنظمات الدولية ورواد الأعمال والأكاديميين البارزين من أكثر من 130 دولة ومنطقة. يذكر أن المنتدى سيتم عقده في 3 جلسات متوازية مع التركيز على مواضيع التجارة والانفتاح والتجارة والإبداع والتجارة والاستثمار على الطوالي. ومن اللافت أن المنتدى سيبحث قضايا رئيسية تشمل الزخم الجديد للعولمة الاقتصادية والتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ويسعدنا أن نستضيف اليوم السيدة تان هوم خبير في الشؤون الدولية. أهلا بكم. أهلا بكم. وسيدة تشو شاولون صحفي في وكالة شينغوا للأنباء، مرحبا بك. أهلا. وسنبدأ مع أستاذ تان. يعد هذا المعرض آخر فعاليات دبلوماسية البلد المضيف في هذا العام للصين، فكيف ترى حجم وتحضيرات هذا المعرض ومدى اهتمام الصين به؟ فعلا نحن نعرف أن الدورة الأولى لأكسبو استيراد الدول الصيني هو أول أكسبو على المستوى الوطني بعنوان استيراد في العالم كله، فهو في الحقيقة إبداع واختراع عظيم في تاريخ تطور التجارة الدولية. فهذا الأكسبو متميز من عدة متميز بعدة الخصائص. أولا، حجم المشاركة لهذا الأكسبو كبير جدا، مثل ما تفضلت في قبل الآن، يعني هناك مثلا حجم للمشاركة من كم دولة وكم المؤسسات الاقتصادية. فإذا فعلا هذا الحجم كبير جدا، ونحن نعرف أيضا هناك تقريبا نحو نصف عدد من أقوى 500 شركة أو مؤسسة اقتصادية في العالم ستشارك في هذا الأكسبو، وكل المؤسسات والشركات التي ستشارك في هذا الأكسبو لا تأتي بمنتجاتهم التقليدية المتخصصة فحسب، وإنما ستأتي بأكثر من 100 إنتاج أو تكنولوجيا حديث. وثانيا، حجم البناء لهذا الأكسبو كبير جدا أيضا. فهذا نحن نعرف أن هذا الأكسبو يقام في مركز المعارض الوطنية الصينية بمدينة شنغهاي. إذا هذا المركز يمكن أن يقدم لهذا الأكسبو مساحة عرض تقدر بأكثر من 270 ألف متر مربع، وأيضا سيكون هناك أكثر من 60 قاعة كبيرة أو صغيرة للمؤتمر والاجتماع. وأيضا طبعا هذا المركز يعني قريب من مركز المواصلات في وسط المدينة، يعني يبعد عنها فقط بكيلومتر ونصف، حيث يمكن لكل زوار الأكسبو أن يذهبوا إلى أي مدينة من مدن منطقة دلتا نهر يانغتسي في أقل من ساعتين.
من خلال سكك الحديدية فائقة السرعة وطائرات. إذا حجم البناء لهذا يعني لهذه لهذا الأكسبو كبير أيضا. وثالثا أن الحكومة المركزية والحكومة المحلية بمدينة شنغهاي تهتم بإقامة هذا الأكسبو اهتماما كبيرا جدا أيضا. ونحن نعرف أن الرئيس شي جين بينغ كان قد أعلن في السنة الماضية عن أن الصين ستقيم أكسبو استيراد دولي ابتداء من عام 2018. إذا بعد ذلك يعني في إبريل هذه السنة قد كونت الحكومة المركزية مجلسا تحضيريا لإقامة هذا الأكسبو، ورئيسه هو نائب الرئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا، ونوابه هم نواب وزراء ورؤساء لوزارات الحكومة ومجالسها. واستغل هذا المجلس التحضيري كل الفرص والمناسبات الدولية لتقديم التعريف عن هذا الأكسبو، حيث قام يعني حيث قابل متابعة واسعة وتلبية إيجابية من قبل المجتمع الدولي. إذا هذا يمكن أن يبين اهتمام أو مدى اهتمام للحكومة لهذا الأكسبو. وأيضا يعني هذا المجلس قد قبل أكثر من 5000 متطوع في وقت مبكر، حيث قدم لهم تدريبات كاملة وشاملة حتى يمكنهم أن يلعبوا دور الإيجابية في إرشاد عدد أكبر من المتطوعين. وهؤلاء المتطوعون سيقدمون خدمات ممتازة لكل الحاضرين إن شاء الله خلال إقامة هذا الأكسبو. نتمنى نجاحا وتوفيقا لهذا المعرض. نعم أستاذ جو، نعلم أن هذا المعرض أقيم وسط تصاعد التيار المعارض للعولمة الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي ويعني الحمائية التجارية، فهل هذا المعرض سوف يسهم في دفع التجارة الحرة والعولمة الاقتصادية؟ طبعا في الواقع هذا المعرض جزء من الإجراءات الكبيرة التي تتخذها الصين لتعميق ومواصلة الانفتاح. فبالنسبة إلى هذا المعرض قد كما نعلم أن هناك عدد كبير من الشركات تشارك في هذا المعرض كشركات عارضة، وهناك عدد أكبر من المشترين من عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية أيضا. في الواقع هذه الأعداد تجاوزت توقعات منظمي المعرض بشكل كبير. وحتى الآن اليوم افتتحت الدورة الأولى. في الحقيقة قبل أيام قد سجلت عدد كبير من الشركات الأجنبية عن مشاركة في دورة الثانية لهذا المعرض. لا شك أن لأن هذا المعرض ستفيد مختلف الدول بالعالم بما فيها الدول النامية. هذا المعرض يعني سنوي أم سوف يقام كل سنتين أو 3 سنوات؟ ربما سنوي، لأن حتى الآن الوضع إيجابي جدا بالنسبة إلى هذا المعرض. هناك إقبال كبير من الداخل والخارج، فربما يعقد المعرض سنويا. وطبعا يعني هذا تفيد الدول المختلفة في العالم. وعندما ننظر إلى هذا المعرض أول دورة الأولى للاستيراد يعني، ولكن عندما ننظر إلى هناك معرض مهم آخر، معرض كوانجو للسيارات الصينية، تم افتتاح دورة 124 قبل أيام في كوانجو. ولكن في الحقيقة هناك جناح للوردات أيضا، ولكن هذا الجناح قد افتتح منذ عام 2007. هذا يدل على أن الصين منذ فترة طويلة تهتم بزيادة الواردات من كل أنحاء العالم. وبالنسبة إلى معرض كوانجو، هذا المعرض رئيسيا للسيارات، لزيادة السيارات الصينية، ولكن هناك شركات أجنبية تشارك في هذا المعرض أيضا بمنتجاتهم. فبشكل عام في هذه السنوات
الصين بذلت مجهودات كبيرة بزيادة الواردات من كل أنحاء العالم، وطبعا يعني يجب أن نهتم أو نحرص على خلق ظروف إيجابية أكثر، وذلك من خلال بذل الجهود المشتركة من قبل مختلف الدول. فبالنسبة إلى بعض الدول النامية عليهم زيادة الانفتاح أيضا، وطبعا هذا فرصة تاريخية بالنسبة إلى بعض الدول النامية، ولكن من الضروري نعترف أن هناك تنافس أيضا بين مختلف الدول النامية. الصين لا تستورد المنتجات من بعض الدول فقط بل من كل أنحاء العالم، فماذا نستورد؟ هذا تعتمد بشكل كبير على جودة المنتجات الأجنبية. فمثلا نستورد البرتقال من مصر، ولكن كيف جودة أو ما هي ميزة هذه الفواكه المصرية؟ وتوجد في الصين أنواع كثيرة من الفواكه والبرتقال أيضا، فكيف بالنسبة إلى المنتجات الأجنبية تجذب أنظار المستهلكين الصينيين؟ فعليهم أنا أقصد على الدول الأخرى أن تفكر في جذب أنظار المستهلكين الصينيين، وذلك طبعا يعني بجودة ممتازة لمنتجاتهم. نعم، يعني إقامة هذا المعرض، يعني الصين سوف تستورد أكثر في المستقبل. نعم. هل رئيس ترامب يعني حسب توقعاتكم هو سوف يسره هذا الخبر؟ هذا الخبر على الأقل يسر عدد كبير من الدول بالعالم، لن نهتم بذلك هو مسرور أم لا، ولكن طبعا هذه الفرصة هذه الدورة أيضا فرصة للشركات الأمريكية، لأن عدد من الشركات الأمريكية تشارك حاليا في هذا المعرض أيضا. أظن هذه الدورة يعني ترضي المستهلكين أو المنتجين الأمريكيين كثيرا. نعم نعم أستاذ، هذا المعرض ليست فقط منصة لعرض المنتجات والخدمات، بل فرصة أمام الصين للدخول أو لاستيراد بعض التقنيات الجديدة والمعايير الصناعية الجديدة. هذه التقنيات والمعايير إلى أي مدى سوف تفيد الشركات الصينية؟ طبعا نحن نعرف أن الصين هي دولة تجارية، وهي أكبر دولة مصدرة والثاني أكبر دولة مستوردة. فمن السهل يعني عموما بالنسبة إلينا نحن لسنا متخصصين اقتصاديين، إذا من يعني من السهل جدا أن نعرف ما هي فوائد يمكن أن يأتي بها الاستيراد. إذا نحن نقول أن استيراد يعني تصدير، يعني تصدير يعني فوائد التصدير. إذا التصدير يمكن أن يأتي بالعملة الصعبة، ونحن يمكن أن ننفق هذه العملة الصعبة لنشتري ما لا يمكن أن نشتري إلا بالعملة الصعبة من تقنيات أو منتجات حديثة. ويعني لكن من يعني يبدو أنه ليس من باب السهولة أن نعرف ما هي فوائد يمكن أن يأتي بها الاستيراد. إذا هنا يعني يجب علينا ان الا يعني يجب علينا الا ننسى مثلا كل خطوه تخطينا بها في على طريق تطوير الاقتصاد الوطني، ولا يمكن ان ننسى كنا نصدر 80 مليون قميص لاستيراد طائره ركاب واحده من تراز اوين. اذا طبعا هذه ليست تجاره عادله، لكن هي تجاره حره على أي حال من الأحوال، ذلك لأنه هناك من يبيع وهناك من يشتري. إذا بالضبط يعني بالضبط يعني بسبب هذا الاستيراد، يعني بسبب استيرادنا للطائرات الأجنبية الصنع بعدد كبير، استطعنا أن نطور طيراننا المدنية في بلادنا، حيث امتدت خطوط الجوية الصينية إلى كل أنحاء العالم، ويمكن للصينيين أن يسافروا إلى أي مكان يريدون من خلال هذه الخطوط الجوية الصينية. وهذا الفرق فيما بين التقدم والتخلف حفظنا وشجعنا على أن ننفذ سياسة الانفتاح والإصلاح منذ 40 سنة باستمرار وبكل ثبات، حتى وصلنا إلى مرحلة اليوم، ويعني يمكن أن نصنع طائرات ركاب الصينية من طراز C919
من يعني من خلال ميد ان تشاينا. ويمكن ان نقول لو لم نكن نشتري تلك الطائره بوين بثمن غال وباهظ لما كان في استطاعتنا ان نصنع طائرات ركاب من الصنع الصيني من خلال ميد ان تشاينا اليوم. اذا فهنا يمكن ان نرى ما هي الفوائد يمكن ان ياتي بها الاستيراد. اذا كما قال استاذ جو، اذا يعني انا اعتقد ان الاستيراد المتميز بجوده مطلوبه يمكن ان نحصل من خلالها على المنتجات والتكنولوجيات والمقاييس الدوليه الجديده، حتى يمكن ان يساعدنا على تعديل هيكل الاقتصادي وهيكل الصناعه في بلادنا، ويمكن ان ندفع تقدم اختراع علمي وتكنولوجي حتى تكون الصين من اقوى الدول في العالم. نعم، كيف تستفيد الدول الناميه من هذا المعرض؟ سنتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل. الان لنستريح قليلا. مشاهدينا نعود لكم بعد الفاصل، نرجو ان تبقوا معنا. اهلا بكم من جديد الى هذه الحلقه من برنامج تحت الاضواء التي تناقش الدوره الاولى من معرض الصين الدولي للاستيراد. استاذ جو، من المتوقع ان الصين سوف تستورد بضائع تبلغ قيمتها 24 دولار وتجذب تريوني دولار من الاستثمار في 15 سنة القادمة، فهناك فرص كبيرة أمام الدول النامية. فكيف تستفيد الدول النامية من هذا المعرض للتعرف على الصين ولتشارك فرص التنمية معها؟ بالضبط، الصين ستعرف عن الدول الأخرى أكثر من خلال هذا المعرض، لأن سنستورد المنتجات من الدول الأخرى. وطبعا هناك أمر واضح بالنسبة للدول النامية أن مفادها أن القيمة السوقية للصين ضخمة جدا، وخاصة في المستقبل. هذا لا شك أن هذا الأمر مشجع جدا بالنسبة إلى المنتجين في الدول النامية. وطبعا على الدول النامية في الحقيقة الصين في هذه السنوات حريصة على زيادة معرفة الدول النامية عن الصين. فمثلا بالنسبة إلى الدورة الجارية لهذا المعرض، مصر هي واحدة من الدول من بلدان الشرف الاثنتي عشرة لهذا المعرض. فالصين في هذه السنوات حريصة على زيادة الفرص لدول النامية بما فيها العربية، وذلك في الأفعال الدبلوماسية للبلد المضيف التي تقام في الصين. ففي الأنشطة الدبلوماسية الأخرى في هذه السنوات دائما نرى أن بعض الدول العربية تشارك في هذه الأنشطة. وبالنسبة إلى هذا المعرض أيضا، الصين تهتم جدا بزيادة مكانة الدول النامية لزيادة التفاهم بينها وبين الدول الأخرى. أنا أظن على الدول النامية بذل الجهود. مثلا أنا أركز على دوري وسائل الإعلام. بالنسبة إلى هذا المعرض منذ فترة قد نحن أنتم ونحن كوسائل الإعلام الصينية عملنا كثيرا حول هذا المعرض، ولكن قليلا نجد أن وسائل الإعلام العربية تأخذ الأخبار ذات أسئلة منا. لماذا؟ أنا أظن لا يمكن أن بالنسبة إلى وسائل الإعلام العالمية تلعب كافة الأدوار، ولكن نلعب دورا مهما جدا. فعلى وسائل الإعلام العربية أن تتحرك بنشاط أكبر. هذا فرصة تاريخية ليس لدول النامية الأخرى، بل لدول النامية في دول ولدول الفقيرة أيضا في العالم العربي. فعلى وسائل الإعلام العربية أن تظهر مزيدا من النشاط. إلى ذلك بالنسبة إلى بعض الشركات العربية، أنا أظن أستغرب من بعض الأمور. أعتقد أن الجزيرة ربما سوف تنقل الأخبار. نعم، هذا جيد. نشكر وسائل الإعلام مثل الجزيرة لو هي فعلت ذلك. فبالنسبة إلى بعض الشركات العربية، أمر غريب أيضا. أحيانا نريد إجراء مقابلة مع بعض الشركات العربية، ولكن دائما ترفض. لماذا؟ لن نريد الحصول على الأسرار التجارية لهذه الشركات، لأن هذه الأشياء لا تهمنا.
نريد الوضع الحقيقي للتجارة الثنائية، ما هي حجم التجارة بينها وبين الشركات الصينية، ولكن دائما ترفض. لا أفهم لماذا عليها أن تظهر مزيدا من النشاط والحيوية في هذا والمبادرة في هذا صدد. الصين دولة نامية أو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولكن الشركات الصينية أحيانا متواضعة جدا. نعلم هناك فجوة كبيرة بيننا وبين الدول المتقدمة، وبالنسبة إلى الدول العربية والشركات العربية، لماذا هذه الموقف؟ لا أفهم ذلك. وطبعا هناك بعض المسؤولين العرب أحيانا نريد إجراء مقابلة معهم، ولكن أحيانا يرفضون. لا أفهم. فبالنسبة إلى الدول العربية، أنا أعرف في هذا المعرض هناك عدد من الشركات العربية تشارك فيها، وفي المستقبل سيزداد هذا العدد، ولكن أظن بالنسبة لي يجب أن نهتم بتحسين الأعمال التحضيرية مسبقا، وهذا سيساهم في تنشيط التبادل التجاري والاقتصادي بين الصين والدول العربية، وخاصة هذه المرة الصين تستورد من الدول الأخرى بما فيها الدول العربية، فهذا فرصة تاريخية. نحن نشطاء جدا، وأنتم يجب أن تكونوا نشطاء أكثر منا، فهذا أمر نحتاج إلى بذل جهود مشتركة، ونحتاج أيضا إلى زيادة للتفاهم. نعم. أستاذ تن، كيف يعني ما رأيكم فيما قال أستاذ جو حول يعني عمل الوسائل؟ على ما اعتقد يعني ربما يعني هذا لاننا يعني في السنه الماضيه عندما كان الرئيس شي جين بينغ يعلن هذا القرار لم تكن هناك حرب تجاريه فيما بين الصين وامريكا. اذا ربما يعني الان اصبح هذا الاكسبو متميز بمغزى اخر، يعني لأننا يمكن أن نبين للعالم كله بأننا نستمر في تنفيذ السياسة الانفتاح إلى أقصى حد، ونستمر في الحفاظ على آلية أطراف المتعددة للتجارة الحرة وعلى المبادئ الأساسية لـ WTO. إذن كل هذا يعتبر شيء جديد أو مغزى جديد لهذا الأكسبو. إذن لو كان هناك من مثلا في دول اخرى في الدول الناميه هم يعني لم يظهروا النشاط الاكثر او لم يبينوا بانهم مثلا مؤيدون لهذا الاكسبو، وربما هناك يعني تفكير من التاثيرات السلبيه لهذه التجاره الحربيه التي شنت ترامب ضد الصيني. نعم. لأن نعود إلى هذا المعرض، لقد أصبح الاستهلاك قوة دافعة رئيسية لنمو الاقتصاد الصيني، فدائما نسمع بأخبار عن القدرة الاستهلاكية القوية المبهرة للصينيين، فهل هذا المعرض سوف يقرب المستهلك الصيني من المنتجات الأجنبية مثل مسحوق الحليب النيوزيلندي والفواكه الأمريكية الجنوبية؟ لا شك في ذلك، يعني أنا على اليقين بأن هذا الأكسبو سيقرب المسافة فيما بين المستهلكين الصينيين والمنتجات المستهلكة المصنوعة من أي منطقة من المناطق الأخرى في العالم. فإذا في أيام الماضية كان هناك يعني كان الناس دائما يقولون ان العالم يشتري الصين. اذا انتم تفهمون هذا المعنى. اذا لان الصين كانت تصدر المنتجات الى كل انحاء العالم، فالعالم في العالم كله يمكن ان يشتروا ناس منتجات الصينية في أي مكان من العالم. المنتجات الصينية تغزو أسواق العالم. والآن يا بعد إقامة هذا الأكسبو، فيمكن أن نقول أن الصين بدأ يشتري العالم. يعني إذا هذا ما تفضلت، لأن المسافة فيما بين مستهلكين الصينيين والمنتجات الأجنبية تكون قريبة جدا جدا، تكون ضيقة. إذا
فعلى هذا الأساس لسنا بحاجة إلى القلق من أننا يمكن أن نشتري مثلا مسحوق حليب النيوزيلندي والأطعمة البحرية الكندية أو غذاء البرميل البرازيل الياباني وغيرها من المنتجات. حتى أغرب شيء عند أبواب منازلنا في الأسواق الداخلية الصينية. نعم أستاذ جو، الصينيون أو المستهلكون الصينيون يحبون شراء المنتجات الأجنبية اليابانية الأمريكية الألمانية. المهمة، هل يمكن أن نشتري هذه الأشياء بسعر معقولة؟ تقصد من خلال هذا المعرض؟ نعم طبعا، بالإضافة إلى هذا المعرض في السنة الجارية الصين أعلنت عن خفض الرسوم الجمركية لعدد من المنتجات الأجنبية. وطبعا يعني بالنسبة إلى المنتجات الاستهلاكية، على الحكومة تفكر في خفض في مواصلة خفض الرسوم الجمركية، وطبعا ذلك بشكل متفق مع الظروف الحالية للشركات الصينية المحلية. ولكن بشكل عام في المستقبل سنجد في السوق المحلية مزيدا من المنتجات الأجنبية الممتازة، وخاصة في مجال الاستهلاك اليومي. نعم أستاذ جو، حققت الصين معجزة للتصدير منذ الإصلاح والانفتاح، وقد أصبحت بذلك الثاني أكبر اقتصاد في العالم. يعني وهناك أصوات تقول إن الصين تسعى إلى الفائض التجاري، ولكن في المستقبل مع ارتفاع حجم الاستيراد، هل سوف تقيل تلك الأصوات غير صديقة؟ ستنتهي هذه الحلقة. أنا أتمنى فيما بعد تطرح هذا السؤال أولا، لأنه مهم جدا. وبالنسبة إلى الفائض التجاري، هذا نتيجة طبيعية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي. الصين هل هي حاكم العالم؟ مستحيل أن الصين تحافظ على هذا الفائض التجاري الكبير بنيتها الشخصية، هذا مستحيل، هذا نتيجة طبيعية للتعاون الدولي. فبالنسبة إلى أنا في حلقة سابقة معكم قلت أن الصين دفعت ثمنا لزيادة الفائض التجاري أو لدفع النمو الاقتصادي المحلي، لأن الصين أنتجت عدد كبير من المنتجات في شتى المجالات على حساب البيئة المحلية. اليوم تلوث الهواء والمياه، كيف وقع ذلك؟ إلى حد كبير هناك أنتجنا كثيرا من اللوازم اليومية ونصدرها إلى كل أنحاء العالم. فمثلا بالنسبة إلى الملابس والمنسوجات، عملية التصنيع تحتاج إلى مياه كبيرة، وهذا الأمر لحد ما تسبب في تلوث المياه، وخاصة يعني في البداية قبل عشرات السنوات كانت التقنية ليس متخلفة كثيرا في الصين، فهذا مشكلة. وطبعا في الوقت نفسه استفدنا من العالم، من الضروري أن نعترف بذلك. وفي السبعينات من القرن الماضي الصين كانت تصدر النفط الخام إلى كل أنحاء العالم، ثم الصين تستورد من العالم. فهذا بعد نمو الاقتصاد في الصين وجدنا أن الصادرات الصينية يعني دفعت نمو الاقتصاد المحلي ودفعت نمو الاقتصاد العالمي أيضا، لأن بعد زيادة الصادرات اليوم الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وقوة الاستهلاك كبيرة جدا. فاليوم بدأنا في الاستيراد من كل أنحاء العالم، فلماذا هذه الأصوات الغريبة؟ وطبعا علينا أن نهتم بتحسين بعض الأعمال، وخاصة زيادة الاستيراد من الدول الأخرى. ولكن هذا كما قلت يعتمد على جودة المنتجات للعالم أيضا، لا يمكن أن نستورد المنتجات من الدول النامية فقط، ولا يمكن أن نستورد من الدول المتقدمة. أي دولة تنتج منتجات بأسعار مقبولة أكثر وبجودة أفضل نستورد منها. هذا بشكل عام. طبعا الصين ستفكر في الظروف المحلية لبعض الدول الفقيرة جدا، وهذا شيء آخر، ولكن بشكل عام هناك من الضروري أن توجد هناك منافسة. هذا مفيد جدا لدفع استمرار نمو الاقتصاد العالمي والصيني أيضا. نعم، بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ونشكر سيد تشو شالوم وسيد تن هوم، شكرا جزيلا على مشاركتكما. شكرا. ومشاهدينا نشكركم أيضا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة.